رحبوا معي بهواوي بي 30 برو. السلام عليكم شباب، معكم محدثكم مولا أمين من قناة أمني، واليوم معنا الهاتف الجديد هواوي بي 30 برو. صراحة هذا الهاتف عملاق من ناحية الكاميرات، 4 كاميرات، عديد الميزات الرهيبة. يلا نبدأ. النقطة الأولى التي نتحدث عنها هي التصميم، إذ أن الهاتف يأتي بلون واحد وهو أسود مائل إلى الرمادي نوعا ما. أبدأ بظهر هذا الهاتف، حيث نجد 3 كاميرات خلفية في إطار صغير، ونجد على يمينها كاميرا رابعة يطوف 3D وأعلاها فلاش. من الجهة الأمامية نجد شاشة تملأ الواجهة مع نوج قطرة الماء. في الأسفل لدينا حافة خفيفة جدا، أما على اليمين واليسار الحواف منعدمة تقريبا، إذ أن الهاتف يأتي منحني من الطرفين من الأمام ومن الخلف. الوزن هو 192 غرام وسمكه هو 8.4 ملم، مع معيار IP68 أو المقاوم للغبار والمياه، إذ يمكنك غمر الهاتف تحت مترين لمدة 30 دقيقة. أما عن الشاشة فهي OLED بحجم 6.47 إنش بدقة FHD+ مع كثافة بكسلات قدرها 398 PPI، تأخذ من الواجهة ما يقارب 88% مع تقنية DCI-P3 وحماية زجاج كورنان غوريلا غلاس. الهاتف يأتي شغال على أندرويد 9 باي مع واجهة إيموي 9.1 من شركة هواوي، مع معالج هيسل كونكيرين 980 بتردد 2.6 جيجاهرتز، مع معالج رسومية مالي جي 76 أمبير 10، مع رام 6 أو 8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، قابلة للزيادة عن طريق النانو ميموري. حصل تنقيب 310,000 نقطة على منصة فحص الأداء أنتوتو. بالنسبة للكاميرات، لدينا الكاميرا الأساسية 40 ميجا بكسل بزاوية عريضة فتحة عدسة f1.6 مع مثبت بصري وتركيز تلقائي عن طريق اللازر. كاميرا ثانية 20 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 وهي الترا وايد، أيضا مع تركيز تلقائي عن طريق اللازر. وكاميرا الثالثة تيليفوتو 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 3.4 مع تقريب بصري 5x مثبت بصري وتركيز تلقائي أيضا عن طريق اللايزر. الكاميرا الرابعة هي طوف 3D وكلها مع مستشعرات من لايكا فلاش ثنائي وتقنية الHDR تصوير فيديوهات حتى 4K. أما عن كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 تصوير زاوية عريضة تدعم تقنية الHDR وتصور فيديوهات FHD. عن باقي الخواص، لا يملك الهاتف منفذ سماعات يدعم تقنية بلوتوث الجيل الخامس مع شبكات واي فاي 3G 4G قوية جدا، مع منفذ ESP Type-C الجيل 3.1، مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، ويأتي مع بطارية بسعة 4200 ملي أمبير مع تقنية الشحن السريع 40 واط، حيث يمكن شحن الهاتف حتى 70% في 30 دقيقة فقط، وشحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. كما يمكن شحن هواتف أخرى لاسلكيا عن طريق هاتف هواوي بي 30 برو، وسيتوفر الهاتف في عديد الألوان الأخرى قريبا. السعر المتوقع لهذا الهاتف هو $950. بالنسبة لتحليل هذا الهاتف، نبدأ أولا مع التصميم. التصميم من الجهة الخلفية رهيب، أما من الجهة الأمامية لم أرى أي إبداع، وكنت أتوقع شيء أقوى من هواوي. أما النقطة الثانية وهي شاشة الهاتف OLED بدقة عالية ومميزات رهيبة جدا. الشيء الثالث وهي الكاميرا، وأتوقع أن تكون أقوى كاميرا لهذه السنة وسيتفوق على الميت 20 برو. النقطة الرابعة وهي مستشعر البصمة الذي يعد الأسرع حاليا، مع ميزات حفاظ على البطارية قوية جدا. الشيء الذي أعجبني أيضا هو التقريب البصري 5 مرات على الكاميرا، التثبيت البصري على الكاميرات، مستشعر طوف 3D، وعديد الميزات الرهيبة على هاته الكاميرا. كاميرا السيلفي أيضا وجدتها رائعة، خاصة مع التصوير بزاوية عريضة. النقطة التي أعجبتني أيضا هي الشحن السريع اللاسلكي والشحن العادي وشحن الهواتف عن طريق هذا الهاتف. أما ما لم يعجبني في هذا الهاتف هو عدم وجود منفذ سماعات، عدم وجود تصوير بستون إطار في الثانية 4K، عدم وجود ستيريو سبيكر، وكاميرا السيلفي فيها فيكسد فوكس، التركيز يكون مثبت دائما. والنقطة الأخيرة هي أنه ليس باستطاعة كل الناس الحصول
على نانو ميموري. في الأخير بالحديث عن العرض، كنت أتوقع سعر أقل من شركة هواوي للدخول في المنافسة كالعادة، مثلا $850 أمريكي. يبقى لكم أنتم أيضا رأي شاركونا به في التعليقات. لا تبخلوا علي بلايك، مشاركة الفيديو، الاشتراك في القناة مع زفعة زر الجرس. دمتم في رعاية الله.